بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأدنس هي عبارة عن برامج صغيرة بتساعد أو بتدي وظائف أقوى للريفت. زي ما أنت شايف في بعض الأدنس هنا مسطبها، كل واحدة فيهم بتعمل حاجة، وشرحنا حبة فيهم وهنكمل إن شاء الله شرح. على سبيل المثال مثلا فايل أبجريدر ممكن يكون عندي ملفات كتيرة ومشاريع كتيرة مش سيفة على 2010 أو 2011 أو 2012، باجي هنا واختار الملفات دي واروح مسافة كلها على 2013 مرة واحدة او 2014 حسب نسخة الريفت اللي عندي، اللي انا عايز اعمل ابجريد للمشاريع كلها للاصدار دوت. ده على سبيل المثال. تمام. طيب لو انا عايز اعمل داونلود، باجي هنا من فيو واجي اختار ريسنت فايلز. ريسنت فايلز بيجي يرجعني لاول قائمة اول ما اجي افتح الريفت اول مره، بلاقي حاجه عندي هنا تشينج ابلكيشن، بدوس عليها وابدا ادخل على الموقع بتاع اوتوديسك واحمل الادنس اللي انا عايزها. تمام. بيسموها ادنس، بيسموها هي عامله زي الاوتوليسب بتاعت الاوتوكاد. الاوتوكاد كان عندنا اوتوليسب، هنا اسمها ادنس. طيب ساعات بتنزل بتبقى سيت اب، بروح مسطبها تروح نازله في المكان بتاعها على طول. وفي في بعض الاوقات بيكون انت محمل ملف صغير كده، تمام، بيكون امتداده ADDIN. تمام. وساعات بيكون مع ملف مساعد دي ال ال، يعني بنزل الملف اللي هو امتداده ADDIN، ولو معايا ملفات تانية مفيش مشكلة باخد الحاجات دي كلها كوبي. تمام. وبروح رايح على السي، وبعد ما بروح على السي بروح رايح على اليوزرز، وبعدين بختار اليوزر بتاعي، وبعد كده بختار اي بي بي داتا رومينج اوتوديسك ريفت، وبعد كده بلاقي الادنس 2013 او 2014 او الاصدارات اللي عندي. حسب الاصدارات اللي عندي هتلاقي الملفات اللي انت عايزها. تمام. باجي بحط الحاجات دي هنا، مجرد بقول له بيست خلاص بتنزل عندي هنا وبتبدا تتحمل مع البرنامج. اول ما بفتح البرنامج بتلاقي الاضافه او الادنس دي زادت عندي وبقت موجوده عندي هنا في الشغل وابدا اشتغل عليها. تمام. على سبيل المثال مثلا ناخد كده ادنس صغيره برضو، في عندي ادنس اسمها اوف كتولز. دي بتعمل ايه؟ دي بتشيل لي الكاتالوجز، لو في كاتالوجز موجوده وعايز اشيلها كذا واحده في مره، يعني في كذا كاتالوج موجوده وعايز اشيلها مره واحده. تمام. بروح معلم عليهم وراح شايلهم، او اقول له عن طريق قاعده معينه لو ليها كلهم مثلا بيبتدوا بحرف معين او بينتهوا بحرف معين، او عند سب كاتيجوري فيها مشكله بروح شيلهم برضو. تمام. في المشروع اللي انا فيه، او ممكن اختار شويه مشاريع، ممكن اشيل الماتريال، ممكن اشيل الموديل لاينز. باجي هنا اوف كاتالوجز ويزارد، بختار هل انا عايز المشروع اللي انا فيه ولا ليست اوف فايلز. ليست اوف فايل ببدا احمل الفاميلي والبروجكت اللي انا عايزهم، ببدا اختارهم. وبعد كده كوماند ببدا اضيف الاوامر زي ما احنا كنا شفنا من شويه، تبدا تضيف الريموف كاتيجوري وتبدا تحط القاعده اللي انت عايزها وتقول له ران، يبدا يطبق الاوامر دي كلها على الفاميلي اند بروجكت تارجت ليست. تمام. ده مثال للشغل على الادنس اللي موجوده. وطبعا كل ادنس بتعمل وظيفه مختلفه. على سبيل المثال مثلا بتلاقي حاجه اسمها سمارت براوزر، ده بيرتب لي الفاميلي اللي عندي كلها. ممكن يكون عندي مثلا ملف فيه فولدر فيه ملفات كتيرة في فاميلي وانا عايز ابدا اشوفهم، فبقول له سمارت براوزر ويشتغل معايا، بس انا هنا ما عملتوش اكتيفيت. بلاقي عندي حاجه اسمها كات اوبننج، ده بيعمل ايه؟ بيعمل
فتحات في الحيطة، أول ما البايب أو الضغط يقطع الحيطة بيعمل فتحة أكبر منها أو أصغر منها شوية. تمام، أتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط. أخوكم عمر سليم.